مشاهدي الأعزاء أرحب بكم في حديث خميس اليوم الذي سنتحدث فيه عن مسألة النظافة أو الوضع البيئي بجماعة الحوافات. الوضع البيئي كان محط ملاحظة من طرف المجلس الجهوي للحسابات في أبريل 2017. استطعنا أن نترجم هذه الملاحظة إلى عدة شراكات اللي من خلالها وفرنا مشروع التطهير السائل أو خدمة التطهير السائل ل 70% من ساكنة الحوافات. استطعنا أيضا أن نؤهل القرية الرتبية والحوافات المركز، والآن نحن بصدد تأهيل القرية المرضية كتجمعات سكنية كبرى كتضم أزيد من 70% من الساكنة ديال جماعة الحوافات، واستطعنا أن نحسن الوضع البيئي بها والنظافة بها. الآن في جماعة الحوافات على مستوى تم اقتناء مجموعة من الحاويات لجمع النظافة، وتم اقتناء شاحنة لجمع النظافة كما سبق وأشرنا إلى ذلك في حلقة المعدات. عملية النظافة تستمر بشكل يومي داخل جماعة الحوافات المركز، وهذه السنة سننقل العملية أيضا سنوسعها لتشمل القرية الرتبية والقرية المرضية باعتبارهم ثلاث تجمعات سكنية تسير نحو المدينة. بالتالي يمكن أن نقول بأن جماعة الحوافات استطاعت أن تخرج من صفر نظافة إلى 70% من تحسين الوضع البيئي والنظافة بجماعة الحوافات، وإلى حديث الخميس المقبل. شكرا.